السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. إن شاء الله الفيديو ده هنشرح مستوى العرض في رفع الفيديوهات، يعني أي فيديو أنت بترفعه بيكون معاك ثلاث مستويات من العرض، لإما خاص لإما غير مدرج لإما علني. هنشوف الكلام ده، يعني لو جينا هنا وعملنا تحميل فيديوهات واخترنا فيديو مثل الفيديو ده وقمنا بتحميل الفيديو، هتدينا هنا التفاصيل اللي هي العنوان والوصف، وتختار طبعا الصورة المصغرة وغيرها من الاعدادات، وبعد كده عناصر الفيديو اللي هي ان كان عندك ترجمة او اضافة بطاقات، وطبعا شاشات النهاية. طبعا اللي محقق ارباح يلاقي تحقيق الارباح هنا، عملية التحقق هنا لو كان في اي مشكلة في الفيديو، مشكلة حقوق طبع ونشر هيلاقيها موجودة هنا، ما فيش أي مشكلة هتلاقي علامة صح وما فيش أي مشاكل زي ما انتم شايفين كده. مستوى العرض، نيجي لمستوى العرض، أي فيديو أنت بترفعه معاك ثلاث حاجات لازم تعمل واحدة منهم، لإما تعمل الفيديو خاص. إيه معنى خاص؟ دي الخاص نضغط عليها عشان نشوفها. خاص يعني يمكنك أنت والمستخدمون الذين تختارهم هم مشاهدة الفيديو فقط، يعني اللي هيشوف الفيديو بس أنت والمستخدمين اللي هتحددهم انت. طيب لو ما حددتش حد يبقى هتشوف الفيديو انت فقط. طيب لو عاوز احدد حد اختار مشاركة الفيديو الخاص واضغط هنا واكتب اسمائهم او البريد الالكتروني بتاعهم هنا، بعد كده اضغط على تم. ده بالنسبة للخاص، يبقى الخاص ده محدش هيشوفه غيرك انت بس فقط، ولو حبيت تضيف حد تضيفه من خلال هنا. طيب الحاجة الثانية غير مدرج، غير مدرج ده يمكن أن يشاهد الفيديو أي مستخدم لديه رابط يؤدي إليه، يعني اللي هيشوف الفيديو بس اللي معاه الرابط اللي أنت بعته له، رابط الفيديو، الرابط ده الموجود هنا، عملت له نسخ وأرسلته المجموعة على الجروب، هم المجموعة دول اللي هيشوفوا الفيديو بس، لأنه غير مدرج محدش يشوفه غير اللي معاه الرابط فقط. طيب الحاجة الثالثة اللي هي علني، لو ضغطنا على علني يمكن للجميع مشاهدة الفيديو، أي واحد على اليوتيوب ممكن يشوف الفيديو. طيب في ضبط الفيديو كعرض أول فوري، لو ضغطنا عليها كده يبقى هيديه إشارة إن الفيديو ده كأنه كعرض أول أو بث مباشر. دول الحاجات الرئيسية اللي هي خاص، محدش هيشوف الفيديو إلا أنت بس، وإذا حبيت تضيف حد تاني بتضيفه عن طريق الإيميل بتاعه. هذه حاجة غير مدرج، ده محدش هيشوف الفيديو غير الناس اللي انت ارسلت لهم رابط الفيديو من هنا، خدته نسخ وارسلت لهم الرابط. ثالث حاجة علني، كل الناس ممكن تشوفه، وممكن تضبط طبعا لما تخليه علني اضبطه كعرض اول عشان يظهر كأنه بس مباشر. في حاجة ثانية انك ممكن تحدد ميعاد معين، يوم معين وتاريخ معين وساعة معينة الفيديو يظهر فيها. لو ضغطنا هنا هيظهر لنا هنا مثلا يوم 8/7 الساعة، تحدد الساعة من هنا، الساعة مثلا الساعة 9 مساء وربع، وطبعا تكون متأكد من المنطقة الزمنية، مختار المنطقة الزمنية بتاعتك اللي هي المكان اللي انت موجود فيه. طيب وبعد كده اختار ضبط الفيديو كارت اول عشان يظهر للناس انه كأنه بس مباشر. اعدادات العرض الاول، هنا في اعدادات للعرض الاول انه بيظهر كعد تنازلي قبل ما يبدا الفيديو، بيديك دقيقتين قبل ما يظهر الفيديو بعلني، يقعد دقيقتين عد تنازلي، عد تنازل ممكن تقللها من هنا تخليها دقيقة واحدة او تزودها تخليها مثلا 3 أو 4 أو 5. في المظاهر، المظهر الكلاسيكي ومظهر مش دي، بالنسبة للمظهر اللي بيظهر فيه شكل العرض الاول بالشكل ده، احنا عايزين الغاء خلاص. يبقى عرفنا دلوقتي احنا معانا مستوى العرض، لاما يكون خلاص نغير دي، مستوى العرض لاما يكون خاص يعني محدش هيشوف الفيديو الا انت، وممكن تضيف ناس معينه بروائب بالايميلات بتاعتها تشوفه، ادي واحد. الحاجه الثانيه غير مدرج، وهو ان انا محدش هيشوف الفيديو ده الا اللي انا ارسلت لهم رابط الفيديو اللي هو ده. الحاجه الثالثه علني، كل الناس ممكن تشوف الفيديو. طيب بالنسبه للناس اللي محقق ارباح طبعا بتخليه على غير مدرج الاول عشان لو كان في مشكله في حقوق طبع النشر يبقى تعدلها قبل ما تنشره علني. اما بالنسبه للناس اللي غير محقق ارباح زينا كده بعمله على طول علني، واضبط
كعرض اول وبعد كده بنشر الفيديو. ده بالنسبة لمستويات العرض. طيب لو انت عملت مستويات العرض وعملت مستوى العرض وعملت نشر هنا، ضغطت على كلمة نشر هنا واتنشر الفيديو خلاص ووصل هنا وعاوز تعدل فيه من هنا، كلمة علني ممكن تخليه خاص وممكن تخليه غير مدرج وممكن تخليه علني وتضبط عرض موعد معين ساعة معينة ويوم معين، تمام من هنا. طيب في من مكان تاني تضغط عليه تعلم عليه كده، وعند كلمة تعديل تختار مستوى العرض وتعدل من هنا علني ولا خاص ولا مدرج. يبقى معاك الثلاث طرق، الطريقة من هنا العلني تخليه خاص او غير مدرج او علني، او تحدد الفيديو تحط عليه علامة كده، وعندي تعديل تضغط كده هتختار مستوى العرض وتختار مستوى العرض اللي انت عايزه علني ولا خاص ولا غير مدرج. وبكده نكون عرفنا ازاي نرفع الفيديو على اليوتيوب بالطريقة الصحيحة واختيار مستوى العرض سواء علني او خاص او غير مدرج. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.